أهلا وسهلا بكم. قالت تقارير صحفية أن بوادر هبوط في أسعار العقار لاحت في الأفق في المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة لافتات تسويقية لعقاريين في شوارع في مدينة الرياض تقدم عروض بدأت من 700,000، مبلغ تجاوز 700,000، وتضمن عروضهم طبعا هدايا أخرى مجانية في حال إشراك هدية سيارة مع فيلا إلى آخره، في حال لم يسبق أن وصل إليها سوق العقار السعودي بعد أن كانت الأسعار لا تقل عن المليون ريال. طبعا إحنا اليوم نتكلم عن حديث الناس، هذا راح يصب في موضوع الرسوم العقارية، هل تفيد ولا ما تفيد، الزكاة تفيد ولا ما تفيد، هل الناس تبيع ولا تنتظر، هل هذا راح يفيد الناس البسطاء اللي يبغى يتملك وحدة سكنية، ولا راح يفيد التجار اللي عندهم قطع أراضي كبيرة. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. من الطبيعي أن تباع السيارات في هذا المكان حرج السيارات. أسمع أستر السيد الحاضر الناظر كم حديد، هذا معارض النشيم للسيارات القديمات. ومن الطبيعي أيضا أن تقرأ هذه اللافتات لبيع الأراضي، لكن ليس من الطبيعي أن تقرأ هذه اللافتة باللهجة الدارجة: اشتري عقاراً ولك سيارة فوق البيعة. رغم طرافة الموضوع للوهلة الأولى، لكن هذا التوجه لبعض العقاريين وشريطية الأراضي والمساكن يعد مؤشراً يبعث الأمل لكثيرين بعد لجوء البائعين إلى طريقة اشتري عقاراً واحصل على سيارة مجاناً، وذلك للركود الحاصل في السوق العقاري. هاشتاج إيقاف شراء الأراضي شهد تفاعل متزايدا في الآونة الأخيرة مع حث العديد من الاقتصاديين على التوقف عن شراء الأراضي في هذه الفترة. المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل بيّنت تناقصا ملحوظا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ناحية القيمة وعدد القطع السكنية المباعة، فبينما سجل شهر رمضان الماضي 10 مليارات انخفضت في شهر شوال إلى 4 مليارات، لتنخفض مجددا في شهر ذو القعدة الذي لم ينتهي إلى 3.5 مليارات. القطع المباعة في شهر شوال بلغت 4424 قطعة، لتنخفض في شهر ذو القعدة إلى 3838 قطعة. هذه الأرقام من المتوقع لها أن تنخفض بشكل تدريجي، خاصة بعد توزيع الوحدات السكنية التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة الإسكان. وقد يحلم الحالمون بأن نصل إلى مرحلة تباع فيها الأرض وأرض أخرى بالمجان، والأحلام كلها بالمجان. شكرا لزميلي مصعب المرضي، احلامنا بالمجان كلها. اهلا وسهلا بضيوفي الاعزاء معي لنقاش هذا الملف، خبير في الشان العقاري ومدير شركه بصمه العقاريه الاستاذ خالد البيض، ويسرني ان استضيف من استعدادنا في جده بالمستشار الاقتصادي الاستاذ لاحم الناصر. اهلا وسهلا بك استاذ لاحم. ابدا معك استاذ خالد، هل الناس يمرون بحاله احلام؟ هل لها فتره ترقب للشائع اللي يبيع واللي يشتري؟ هل فعلا راح تنخفض الاسعار؟ إيش رأيك في هذه اللافتات الجديدة اللي فيها هدايا سيارات؟ طبعا لا شك أن المواطن حق أن يسكن يعني، والأسعار لا شك أن هناك أزمة سكن، لا أحد يستطيع أن ينكر أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا. أعتقد الخلاف الآن يعني بين بعض الاقتصاديين أو المطلعين اليوم هو ليس خلاف في أن تنزل أسعار أو ما تنزل، لا، هو الخلاف في عملية نحن كلنا نريد أن تنزل أسعار، كلنا نريد أن حل أزمة الإسكان، ولكن الخلاف هو فقط في عملية آلية الحل أو طريقة الحل. في بعضهم يضع يعني يحصر الحل في جزئية معينة، نعتقد نحن من وجهة رأينا كخبراء أنه لن تكون يعني حل ناجح وسريع. هناك للأسف هذا بعض الاقتصاديين خلقوا أزمة ثقة بين العقاريين، يعني أنا ودي أن أتكلم، لا أمدح العقاريين، لكن اليوم العقاريين لهم دور جميل جدا، يعني من 40 سنة هم يعني معظم أحياء المدن الرئيسية هم اللي بنوها واستفادوا، ولكنهم أفادوا أيضا. يعني من الصعب اليوم أن في يوم وليلة يتحول هؤلاء العقاريين إلى أعداء للوطن ومحتكرين ومجرمين وإلى آخره، لكن أعتقد أن الظروف كانت في السابق تشجع على تطوير الأراضي. بس العقاريين أنتم متهمين أنكم
تقفون ضد أي قرار ممكن يفيد المواطن البسيط؟ يعني هذا ما شبه للأسف يعني وضخم إعلاميا. أعتقد أنه هذا ظلم كبير جدا. العقاريين هم القطاع الخاص في كل دول العالم لديها دور أو لهم دور أساسي في التنمية. لا يمكن للدولة اليوم أن تحل أزمة الإسكان، ورأينا اليوم أرقام يعني حجم المشاريع التي تقوم فيها الآن وزارة الإسكان لا تغطي ولا 10% من حجم المستفيدين الرسميين المعلن عنهم. فبالتالي يجب أن يعي الجميع أن دور القطاع الخاص في السابق كان يعني دور هام جدا في التنمية، وسيبقى مهم جدا. اللوحة التي وضعت اللي هي اشتري عقار واحصل على سيارة، يمكن الذكي المصور لو أنه عمل زوم آوت شوي كان قرأنا أن هي ليست شركة عقارية، هي شركة وساطة تمويل، حتى ليست شركة تمويل، هي وساطة التمويل المنتشرة اللي هم يعني يضعون كثير من وهذا ليس أمر جديد، يعني هو موجود في السوق من السابق، أنه يضع سيارة مقابل أو مغريات كثيرة مقابل أنه يحصل على، طبعا هو في النهاية حيحمل المشتري قيمة السيارة. يعني حتى لو أنه شركة تطوير عقاري اليوم أعلنت عن بيع فيلا وسيارة، أعتقد أنه السيارة تمثل بالنسبة لقيمة الفيلا لا شيء. يعني بالعكس، أحيانا شركات التطوير العقاري تعلن في الجرائد قيمة الإعلان أغلى من قيمة 4-5 سيارات، وهذا أمر طبيعي يعني في الترويج. لكن هذه الصورة تحديدا، أنا لي تعليق على هذه الصورة تحديدا، أنه لا تمثل شركات عقارية، هي أنا لأني أنا وقفت على هذه الصورة تحديدا، هي تمثل فقط شركة وساطة عقارية أو مكتب وساطة عقارية. طيب خلينا ننتقل للأستاذ الأحمد ناصر الجسد. أستاذ الأحمد مساك الله بالخير. مساك الله بالله والعافية. هل نحن في حالة يعني فترة مستقبلية هبوط عقار؟ هل الآن التجار يعني يعيشون يعني في لحظة الرمق الأخير من المقاومة في أن تنزل الأسعار؟ هل هو حديث مكرر نسمعه كل سنة ولكن لا تغيير؟ في الحقيقة أنا أحب أحييك وأحيي ضيفك الأستاذ خالد في بداية، ثم أريد أن أعلق على كلام الأخ خالد. الأخ خالد كلام طبيعي جدا، لأنه عقاري حقيقة من الطبيعي أنه يدافع عن أصحاب النشاط العقاري، شيء طبيعي يعني زي البنكيين زي أي نشاط آخر. ولكن في الحقيقة يجب أن نفرق في العقاريين بين من يملكون الأرض الخام البيضاء ملايين الأمتار ويحتكرونها فترات طويلة لا يطورونها وتبقى مخزون كبير جدا فترات طويلة والناس في حاجتها، وبين المطورين العقاريين الذين يتولون تطوير المنشآت والفلل والشقق السكنية، وهؤلاء متضررون كالمواطن حقيقة، وانخفضت ربحيتهم كثيرا. وأنا أعرف كثير من المطورين العقاريين يشتكون من انخفاض الربحية بشكل كبير جدا، وهم مثلنا يترقبون انخفاض العقارات. نحن عندما نتكلم عن العقار نخص العقار الأبيض والخام والمطور بأمتار كبيرة جدا ومحتكر لمدة طويلة. أنا أعرف أن هناك عقارات كثيرة محتكرة لها أكثر من 25 سنة وبعضها 30 سنة لم تباع وبملايين الأمتار، وهل يعقل أن المملكة العربية السعودية أو أن المدينة الرياض بحجمها والأراضي البيضاء التي ذكرتها هيئة تطوير مدينة الرياض، هذه الأراضي البيضاء التي شاسعة بمد البصر في مدينة الرياض، ومدينة الرياض تعاني من أزمة سكنية، هذا ما نتحدث عنه. والحقيقة أنا لا أتكلم من فراغ، أنا جلست مع عقاريين كبار وعندهم ملايين الأمتار، وذكروا أنه لو فرضت الضريبة أو الزكاة على الأراضي البيضاء سيبيعون، ولأن منطقهم دائما هم يقولون الأرض لا تاكل ولا تشرب، عمارها الشمس والمهب، بالتالي إحنا ما إحنا خسران شيء، فأصبحت للأسف مخزن للثروة، الأسعار تتصاعد وهو لا يخسر أي شيء. وبالتالي نعتبر النشاط العقاري في الأراضي البيضاء هو نشاط طفيلي حقيقة، لا يفيد المجتمع أبدا، بل هو مضر حقيقة، فهو لا يولد وظائف كما أنه يرفع من حجم التضخم في المملكة السعودية وتآكل القيمة النقدية، ويؤدي إلى أزمة اجتماعية كبيرة جدا نحن نعاني منها اليوم. طيب ففرض الضريبة أساسي في عملية تدوير العقار ودخول في السوق. طيب الرسوم أفضل ولا الزكاة أفضل؟
أنا في الحقيقة أميل إلى الرسوم وليس إلى الزكاة، لأن الزكاة مسألة فقهية يدخل فيها خلافات وآراء، ولكن الرسوم تخضع لتقدير الحكومة في وتقدير الضرر، وقد تفرض في فترات وتمنع في فترات، لكن الزكاة حكم شرعي يعني يخضع لاجتهادات العلماء والفقهاء، ويبدو يعني ان الاخذ باتجاه الزكاة حقيقة انا ما ارى انه يعني اتجاه صائب، لانه قد يحرجنا في النهاية لو خرج قرار من هيئة كبار العلماء بان الزكاة لا تجب، فالدولة الان ستحرج في مسألة فرض الرسوم. نعم تفضل. استاذ اول شيء اشكرك، جزاك الله خير انك اصلت، ولكن اريد ان ابلغك ان معظم العقاريين مثل ما تفضلت في البدايه لديهم نفس الرغبه، يريدون ان تنزل الاسعار، لانه ونريد ان نقتل الاحتكار، الاحتكار يضر عملنا بشكل مباشر او غير مباشر، لكن اريد ان ابين لك نقطه مهمه جدا، ملاك الاراضي البيضاء على حالين، عشان نكون بامانه وصادقين، انا لاول مره اتكلم بهذا الكلام. هناك من يملك العقار البيضاء الأبيض ولكن لا يستطيع أن يطوره، لأن التطوير أصبح أمر صعب جدا، الإجراءات أصبحت طويلة جدا ومعقدة، الاشتراطات الإضافية أصبح يجب أن يدفع أكثر من 40% خدمات، ويجب أن يدفع مبالغ ضخمة جدا على تطوير البنية التحتية لم تكن في السابق، كإضافة مثلا محطات الكهرباء، محطات الماء، هناك كثير من التعقيدات أصبحت، وأيضا هناك أمر هام جدا ثالث اللي هو لم يكن في السابق موجود، وهو صعوبة الحصول على التمويل. في السابق كان ملاك هذه الأراضي البيضاء يحصلون على تمويل عن طريق المساهمات العقارية التقليدية، وهو أمر سهل، ويقومون بتطوير البنية التحتية وبيعها للسوق. فهناك الحقيقة يجب أن نفرق ملاك الأراضي البيضاء على حالين. أنا من وجهة نظري أن المحتكرين ممن ذكرت أنه لديهم الأرض من 30 سنة و40 سنة، هذول يجب أن يحاكموا، مش بس يضاف عليهم الرسوم، ولكن الملاك الذين لا يستطيعون أو لا يملكون الإمكانيات المناسبة، أو أن الاشتراطات أصبحت معقدة جدا عليهم وصعبة وتأخذ وقتا طويلا لتنفيذ البنية التحتية، يجب أن نضع بالإضافة إلى الرسوم، يجب أن نضع آلية لتحفيز هؤلاء الملاك أن يقوموا بعملية تطوير الوحدات السكنية أو التطوير مثلا الأراضي لتدخل في العرض لكي يستفيد منها المطورين في المرحلة القادمة. هذا الأمر سيخلق طفرة كبيرة جدا في البناء، سيستفيد منها المواطن، وهذا أريد أن نركز عليه فقط. نعم طيب، هو السؤال يعني متى الفترة اللي، وهذا بس الأستاذ الأحمد، متى الفترة اللي ممكن تصير واضحة الأمور؟ يعني هل إحنا الآن راح يكتب التاريخ ما قبل إقرار الرسوم وما بعد إقرار الرسوم على كافة المستويات، أم أنه راح يظل السوق يعني في حالة ترجح، يعني سواء صار هذا القرار ترجح في حركة البيع في الأسعار في فضل الأستاذ الأحمد؟ أنا أتوقع أنه سيكون التأثير يعني ابتداء في تأثير صدمة، لكن في مقاومة أتوقع، لأنه كثير من ملاك العقار الذين لديهم الخام الكبير جدا حقيقة، كثير منهم غير مستوعب أنه ممكن القرار ينفذ بطريقة صارمة على الجميع، وبالتالي أنا أعتقد أنه سيكون هناك نوع من يعني شد أو عض الأصابع في بعد تطبيق القرار، سيكون هناك يعني تحري لمدى الجدية في تطبيقه والآليات التي سيتم التطبيق بها، وكيف يعني هل سيطبق على البعض أم هناك استثناءات، وكيف سيستفيد التاجر الكبير من هذه الاستثناءات إن حصلت، كل هذه ستكون فترة ترقب، خصوصا أن كثير منهم الآن ليس عليه ضغوط مالية. طيب، غالبية من يملكون الأراضي الخام هم غير متمولون وهم مالكون أصلا تقليديون. طيب، فبالتالي عليهم ضغوط أنهم يبيعون بسرعة، وبالتالي سيضطرون للانتظار. أستاذ لاحم، بس هو في سؤال، يعني خلنا نتخيل مثلا أنه فرضت رسوم واضطر او زكاه، واضطر التجار او الملاك العقار انهم يبيعون، زي ما ذكرت انت في البدايه انه كثير منهم جالس معهم يقول لك اذا جات هذه ببيع، من الذي سيشتري ولمن سيبيع وكيف راح يبيع وايش السعر اللي راح يبيع فيه؟ انا اعتقد انه هي حتكون فيه عرض اكثر من الطلب. لماذا؟ لان الكثيرين سيحجمون عن الشراء، دائما الأسواق في حال الصعود تجد الناس تشتري، وفي حال الهبوط الناس تمتنع عن الشراء، سيبدأ الناس في الامتناع عن الشراء إلى درجة أنه كل منهم يريد أن يعرف القاع أين سيصل،
فسيكون هناك في هبوط، قد لا يكون الهبوط مثل هبوط سوق الأسهم بقوة ويكون تدريجي وبطيء، ولكن حقيقة أنا أعتقد أنه المساحات الواسعة خارج خارج النطاق العمراني ستتأثر، ثم التي داخل النطاق العمراني، ثم نأتي إلى التجاري، ثم السكني الذي سيكون عليه الطلب حقيقي. نحن لدينا مشكلة يعني تضخم في الأسعار ناتج عن أمرين حقيقة، ليس عن الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي ما أنتج هذا التضخم، الذي أنتج هذا التضخم هو الاحتكار والمضاربة، لأنه إحنا لو حسبنا الذين يدخلون سوق العمل والذين كونوا أسرة في المجتمع السعودي في الفترة الخمس سنوات الأخيرة وحسبنا معدلهم ومعدل الارتفاع الذي حصل في قيمة العقار، نجد ليس هناك أي رابط بين الأمرين، وبالتالي الطلب الحقيقي يعني داخل جوا الطلب الوهمي هذا اللي حصل نتيجة المضاربة والاحتكار، يعني خلق التضخم هذا. ولذلك نحن نجد أنه هناك أصلا مناطق غير سكنية وليس لديها خدمات كثيرة، وارتفعت كثيرا مثل رماح وغيرها في مناطق بعيدة جدا أصلا، ومناطق خام ارتفعت، أراضي خام ارتفعت كثيرا جدا، ما يدل على أنه ليس الطلب الفعلي الحقيقي هو المحرك لسعر السوق، إنما هو فيه مضاربة. ونحن نعرف أنه أصلا في سيولة ضخمة خرجت من سوق الأسهم بعد سقوط سوق الأسهم ودخلت سوق العقار، وهي التي سوت وعملت عملية التضخم. ولذلك لازم نربط بين السيولة الساخنة كما يقال اللي خرجت من سوق الأسهم و ضخت في سوق العقار فأدت إلى عملية التضخم هذا الصاروخي اللي حصل في قيمة العقار. بالتالي نعتقد أنه فرض الرسوم سيؤثر على المضاربين وعلى أصحاب الخام المخزون، وكذلك ارتفاع سوق الأسهم وما يحدث الآن في سوق الأسهم سيؤدي إلى اجتذاب الأموال الساخنة، وهذا سيؤدي إلى ركود وبالتالي إلى نزول في أسعار العقار، بحيث أنها تصحح إلى أن تكون مؤشر فعلا حقيقي للطلب والحقيقي الموجود في السوق. تعليق أخير. وأتفق مع خالد أنه المفروض مع فرض الضريبة يكون هناك آلية أخرى لتشجيع العقاريين الجادين على عملية التطوير ومساندتهم. أنا أشجع أنا أشجع طبعا أي إجراء حكومي اليوم يشجع أو يسهم في عملية فك الاحتكار. نحن لا نريد احتكار، الاحتكار يقتل حتى عملنا إحنا كعقاريين، لكن أريد أن أقول أن في حالة قمنا بتضييق الحل أو أفكار الحل أو التفكير في الحل في زاوية واحدة فقط وهي الرسوم، أعتقد أن هذا سيصيبنا في حالة عدم نجاح هذا الحل بإحباط، وسيضيع يعني فرصة كبيرة جدا للحل. أعتقد أن الحل يجب أن لا يكون فقط فرض رسوم أو نركز، يجب أن يكون هناك فرض رسوم، ولكن يجب أن يكون بالمقابل أيضا مجموعة أو حزمة من الحلول تنطلق مرة واحدة. يعني لا نريد إحنا نقول لملاك العقارات كمن ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك إياك أن تبتل، نقول له أن نفرض عليك رسوم ولا زالت هناك صعوبات جدا كبيرة لعملية تمويل التطوير، وهناك صعوبات جدا لعملية تمويل التطوير وإلى آخره، فيصبح هو بين أمرين مثل ما تفضلت، لا أحد يشتري مني ولا أستطيع أبيع ولا أستطيع أن أسدد الرهون. وهذا بكرة تطلع نتائج هل هناك رسوم أو لا أو زكاة أو لا. نتمنى أن تفرض رسوم، أنا أقول أنا مع الرسوم، ولكن مع أيضا إجراءات تحفيزية لتطوير هذه الوحدات السكنية. طيب قبل أول حقيقة أشكرك أستاذ خالد البيض، أشكر الأستاذ الأحمد ناصر. قبل أن ننهي أحب أذكر بأنه قلنا في العناوين أنه الأمانة تستمر في تجاهل مسؤوليات تجاه العائلة المضطرة للألعاب النارية اللي إحنا ذكرناها في أول موسم أول ما بدينا، كان مفروض اليوم ولكن لضيق الوقت أجلناها لبكرة، وأيضا محاولة منا لإعطاء الفرصة للجهات المعنية الرد على هذا الموضوع، ومحاولة منا أنه يعني يلتفتون لهذه العائلة المنكوبة إذا جاز التعبير. أشكر دائما كل من يخص جزء من وقتي لمتابعتنا في أهلا، ألقاكم غدا في أمان الله.